بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. في الفيديو ده هنستعرض عليكم طريقه جديده لتثبيت ويندوز 11 او 10 بشكل مثالي وبسيط وسريع باستخدام اداه جديده او ملف نصي بيعمل بشكل تلقائي على تثبيت ويندوز 11 او 10 اي اصدار مع تخطي المتطلبات تلقائيا بالنسبه لويندوز 11 لتثبيتها على كل الاجهزه الغير مدعومه، بما في ذلك بالنسبه لويندوز 11 او 10 ازاله بشكل مسبق تطبيقات بلوت وير التي تاتي مثبته مسبقا افتراضيا على الويندوز لتقليل استهلاك الموارد، ايضا ازاله متطلبات حساب مايكروسوفت لمن يريد استخدام الويندوز بدون حساب، تعطيل افتراضيا الكثير من خدمات الويندوز الغير ضرورية لتقليل استهلاك الموارد، وتعطيل افتراضيا المهام المجدولة الغير ضرورية بما في ذلك تعطيل اعدادات الخصوصية والمتتبعات، وتمكين افتراضيا للجهاز خطة الاداء العالي لتحسين الجهاز، وتقليل اعدادات عملية التثبيت. يعني الاداة بشكل تلقائي او دون تدخل منك بتعمل على تخطي المتطلبات وتنظيف الويندوز تماما من اي شيء ممكن يسبب ثقل او بطء للجهاز، بحيث ان بعد عملية التثبيت يكون الويندوز خفيف على الجهاز. طبعا لاستخدام هذه الطريقة كل ما هنالك انك محتاج انك تحمل الويندوز تحرقها على الفلاشة باي برنامج حرق. على سبيل المثال مثلا احمل برنامج رفوس احدث اصدار، بعد ذلك هبتدي من تحميل ويندوز 11 احدث اصدار ايضا، بعد تحميل برنامج رفوس وتحميل النسخة هنبتدي من تحميل الاداء او البرنامج النصي اللي هنستخدمه في هذا الامر اسمه Unattended Install او التثبيت غير المراقب. هتنزل هنا على اليمين تضغط على عبارة Latest، تقدر انك تعرب الموقع لمعرفة الميزات الرئيسية عن هذه الأداة. بتعمل بشكل تلقائي زي ما هنوضح لحضراتكم دلوقتي على تثبيت ويندوز 11 أو 10 افتراضيا. طبعا هذه الأداة تقدر تستخدمها على ويندوز 11 أو عند تثبيت ويندوز 11 أو 10، بيتم تجاوز متطلبات نظام تشغيل ويندوز 11، بيتم تعطيل خدمات الويندوز دي فيندر بشكل افتراضي، لكن بعد التثبيت بتظهر معاك رسالة لو انك اردت تعطيله او تمكينه، بحيث لو انك محتاج تستخدمه لو انك مش بتستخدم برنامج حماية خارجي، بما في ذلك لو انك مش بتستخدم حساب مايكروسوفت على الويندوز بتظهر معاك رسالة لو انك اردت من تمكين خيارات الحساب او تعطيلها على الويندوز. ايضا بيعمل على تخطي حساب مايكروسوفت اثناء عملية التثبيت، ازالة تطبيقات بلوت وير المثبتة مسبقا بشكل كامل من على الويندوز باستثناء مايكروسوفت ايدج والمفكرة والآلة الحاسبة. طبعا من خلال المتجر تقدر تثبت اي تطبيق اخر انك محتاجه، بتعمل على تعطيل خصائص او خيارات الذكاء الاصطناعي زي الكوبايلوت او لاستدعاء الريكول، ايضا بتعمل على تثبيت او ايقاف التحديثات التلقائية والسماح فقط بتثبيت تحديثات الامان، بما في ذلك بتعمل على تعطيل المهام المجدولة غير الضرورية وتكوين خدمات ويندوز الضرورية فقط للحصول على الاداء الامثل، وتمكين خطة الطاقة للاداء الفائق. طيب يعني الاداء زي ما قلنا لحضراتكم بكل بساطة بالنسبة لويندوز 11 او ويندوز 10 بتعمل على تخفيف الويندوز بشكل مثالي للحصول على افضل اداء، بما في ذلك بالنسبة لويندوز 11 ازالة متطلبات تشغيل ويندوز 11 لتثبيت الويندوز على الاجهزة الغير مدعومة. هتنزل الى الاسفل ومن الخيار الاول بامتداد زيب هتضغط عليه هيتم تحميل الاداء معك. بعد الانتهاء من كل هذه التحميلات هيكون عندك نسخة الويندوز وبرنامج الحرق لنسخة الويندوز على الفلاشة والاداء. نبدأ في عملية حرق نسخة الويندوز على الفلاشة. طبعا تقدر انك تستخدم اي برنامج انك بتستخدمه في عملية الحرق، بالنسبة لي هستخدم هنا رفوس، فطبعا هوصل الفلاشة بتاعتنا او هنوصل الفلاشة بتاعتنا اللي هيكون مساحتها لا تقل عن 8 جيجا. بعد ذلك من خيار سيلكت هنعمل ادراج لنسخة الويندوز بتاعتنا. بالنسبة لنا هنا هنطبق هذه التجربة على ويندوز 11 24 اتش 2 ثم اوبن. بعد ذلك هنا تحدد مخطط تقسيم الهارد ان كان MBR او GPT، تقدر تعرف الامر ده من خلال قائمة الستارت عندك كليك يمين، بعد ذلك الديسك مانجمنت ادارة الاقراص، ثم بعد ذلك كليك يمين على الديسك زيرو عندك، بعد ذلك بروبتيز الخصائص، ثم التبوي فاليوم، بعد ذلك من هنا هتلاقي مخطط تقسيم الهارد البارتيشن ستايل بالنسبة لنا هنا GPT. بالنسبة لك لو كان MBR ارجع هنا وحدد MBR، بعد ذلك اضغط على ستارت. طبعا انا هعطل كل هذه الخيارات لان الاداء او البرنامج النصي اللي اننا هنضيفه على الفلاشة هيتخطى كل المتطلبات، هيتخطى حساب مايكروسوفت وهيعمل على تخفيف الويندوز، فهتخطى كل هذه الامور. بعد ذلك اوكي ثم اوكي لان هيتم فورمات الفلاشة، فطبعا يجب ان الفلاشة
ما يكونش عليها اي شيء مهم. طبعا هننتظر اكتمال عملية حرق نسخة الويندوز على الفلاشة بالطريقة الاعتيادية للحرق بعد انتهاء البرنامج. بالنسبة للفحوص يعني هيكون عندك هنا عبارة ريدي انك اصبحت جاهز. بعد ذلك هنبتدي نقفل البرنامج ونتوجه الى الاداة بتاعتنا الوينستول، كليك يمين عليها. بعد ذلك هنعمل لها استخراج لانها بتكون مضغوطة اكستراكت. بعد ذلك هيتم فك الضغط عن الاداة. هنبتدي من فتحها، هتلاقي بداخلها كل هذه المحتويات، مجرد ملفات نصية قابلة للتنفيذ هيتم تشغيلها اثناء عملية التثبيت. هناخدها كوبي. بعد ذلك نتوجه الى الزيز بسي الفلاشة بتاعتنا بعد حرق نسخة الويندوز عليها، نفتحها بعد ذلك بيست، وده كل اللي مطلوب. اثناء عملية التثبيت هيتم تنفيذ كل هذه الامور لتغطي المتطلبات لتخفيف الويندوز دون تدخل منك. نبتدي نعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر. طبعا مع الضغط مع الاستمرار على مفتاح البوت الخاص بالجهاز بتاعك على حسب هذه القائمة، بحيث يبتدي يعمل او تظهر معك قائمة البوت منيو اللي بينها، هتبتدي انك تختار الفلاشة وتعمل تمهيد او اقلاع من الفلاشة. هيواجهك اثناء عملية التثبيت بالنسبة لويندوز 11 او 10 بعض الاعدادات البسيطة جدا. وطبعا هتلاحظ ان موجه الاوامر او الـ CMD بيقفل ويفتح كذا مرة، طبعا ده امر طبيعي جدا لتنفيذ الاوامر في تخفيف الويندوز وتخطي المتطلبات وما الى ذلك. هتبتدي هنا انك تدخل المنطقة الخاصة بيك، بعد ذلك نيكست، طبعا بعض الاعدادات البسيطة جدا، هتسيب هذا الخيار على iOS ثم نيكست. بعد ذلك باقي الاعدادات بيتم تخطيها، بالنسبة لتخطي المتطلبات بيتم تخطيها، كل شيء بيتم تخطيه. بعد ذلك بياخدك هنا الى نافذة الفورمات بحيث انك تثبت او تختار الكورس اللي انك بتثبت عليه الويندوز. بالنسبة لنا هنا هنبتدي نحدد الكورس اللي هنا بنثبت عليه الويندوز، طبعا مهم جدا انك تاخد بالك من الكورس من مساحته. بالنسبة لنا هذا الكورس هنحدده، بعد ذلك ديليت، ثم بعد ذلك قسم الـ MSR ديليت. طبعا ما تحذفش كورس الـ MSR او السيستم لو انك عندك انظمة تشغيل اخرى على نفس الجهاز، لكن لو ويندوز واحد على نفس هذا الجهاز عادي احذف هذه البيانات بحيث انك تعمل بيانات تمهيد جديدة. بعد ذلك هنحدد الكورس ثم نيكست. وبشكل تلقائي بعد ذلك هيبتدي في عملية تثبيت الويندوز الاعتيادية بالنسبة لويندوز 11 او لويندوز 10. بعد ذلك بالنسبة لويندوز 11 في بعض الاعدادات البسيطة الاخرى المتبقية. هنا هتبتدي انك تحدد المنطقة او الدولة الخاصة بيك، ثم يس، بعد ذلك يو اس، ثم يس، ثم اد لي اوت، بعد ذلك حدد لغة الكيبورد الثانية، بعد ذلك نيكست، ثم اد لي اوت، وده كل اللي مطلوب. بعد ذلك هيتم تجاوز التحديثات، تجاوز حساب مايكروسوفت، وياخدك هنا الى خطوة اسم المستخدم. هتضيف اسم المستخدم الخاص بيك. بعد ذلك لو انك عايز تضيف باسورد هتضيف للجهاز بتاعك، مش عايز هتسيب الخانة دي فاضية. بعد ذلك نيكست، وده كل اللي مطلوب. بعد ذلك ثانية بسيطة جدا وهيتم الانتهاء التلقائي من عملية التثبيت، وهتكون على سطح المكتب. ولكن هنا في الواجهة الرئيسية لسطح المكتب انتظر بعض الثواني البسيطة، هتظهر معك هنا نافذة زي ما قلنا لحضراتكم في البداية. لو انك عايز تستخدم طبعا الويندوز ديفندر بيكون معطل افتراضيا، لكن لو انك عايز تستخدمه فيضغط هنا على انيبل ديفندر لتمكين الويندوز ديفندر، لكن لو انك ما بتستخدموش او عندك برنامج حماية خارجي فسيبه معطل. كذلك الحال حساب مايكروسوفت اليوزر اكاونت كنترول، خيارات التحكم في الحساب، لو انك ايضا مش بتستخدمه فسيبه معطل، لكن لو انك بتستخدمه محتاج بعد ذلك انك تضيف حساباتك على الويندوز فمكن هذا الخيار. بالنسبة لي هسيب الويندوز ديفندر معطل وهمكن فقط خيارات الحساب، فهضغط هنا على Enable UAC، بعد ذلك Yes، ثم بعد ذلك OK، وهنا هتضغط على Restart to Apply Change للموافقة على هذه التغيرات. سواء انك مكنت شيء او ما مكنتش اي شيء يجب انك تعمل اعادة تشغيل، فنضغط هنا يعمل اعادة تشغيل بشكل تلقائي. بعد ذلك في العودة الى سطح المكتب هيكون الويندوز عندك جاهز للاستخدام، وبكده اصبح عندك ويندوز مخفف بشكل كامل وبشكل مثالي، سواء كان ويندوز 10 او ويندوز 11 تم ازالة جميع التطبيقات. طبعا بعد ذلك تقدر تثبت تطبيقاتك من خلال المتجر، بما في ذلك طبعا المتجر مش مثبت هنا او معطل، فنوضح لحضراتكم كيفية تثبيته او تشغيله دلوقتي. لكن لو توجهنا على سبيل المثال الى مستكشف الملفات، طبعا في استجابة عالية جدا في فتح النوافذ او في فتح البرامج.
هنا بالنسبة لمستكشف الملفات زي ما شايفين حضراتكم بالنسبة للنسخة بعد تثبيتها 15 جيجا فقط مقارنة بال 30 أو ب 35 جيجا عند تثبيت ويندوز 11 النسخة الأصلية، بما في ذلك بالنسبة لموارد الجهاز. لو إننا فتحنا مدير مهام التاسك مانجر بعد ذلك توجهنا إلى قسم البروفورمانس زي ما شايفين حضراتكم في الوقت الحالي بالنسبة للعمليات على هذا الجهاز فقط 93 عملية مقارنة بالنسخة الأصلية اللي عند أول عملية تثبيت بتكون تقريباً 130 او 140 او فيما فوق بالنسبة للعمليات، لكن هنا 94 عملية. هنا للمعالج مستقر عند 7% او 8% او 10% بالنسبة للرامات، مستهلك فقط النظام من الموارد او من الرامات في الوقت الحالي جيجا و 400 ميجا من اصل 4 جيجا مثبتين على هذا الجهاز. طبعا اداء مثالي جدا. بالنسبة للتحديثات طبعا فلو توجهنا الى الاعدادات فزي ما قلنا لحضراتكم في البداية التحديثات بتعمل بشكل طبيعي جدا، لكن التحديثات التلقائية فقط متوقفة. اي تحديثات هتتوفر لنظام او لبرامج التشغيل وما الى ذلك هتقدر انك تثبتها بشكل طبيعي جدا، ما عندكش اي مشكلة في هذا الامر، نسخة طبيعية معاك ولكنها مخففة بالطريقة اللي وضحتها لحضراتكم، ازالة تطبيقات الويندوز الغير ضرورية، ازالة الخدمات او تعطيل الخدمات الغير ضرورية، ازالة المهام من مجدولة الغير ضرورية وغيره الكثير من هذه الامور. طبعا متصفح ايدج موجود معاك هنا تقدر انك تستخدمه او تثبت اي برنامج اخر او اي متصفح اخر بعد ذلك تبتدي انك تحذفه لو انك مش عايزه. ايضا هيكون عندك هذا الملف على سطح المكتب اليو دبليو سكريبت انستول سوفت وير، كليك يمين عليه بعد ذلك ران از ادمنستريتور. من خلال هذا الملف النصي تقدر انك تثبت او تحذف اي من خدمات او تطبيقات او اي من خصائص الويندوز لو تم تثبيتها بعد ذلك من خلال التحديثات. هنا يفتح معاك البرنامج النصي بهذا الشكل، الخيار الاول لتثبيت البرامج والتطبيقات المزالة من الويندوز، ايضا الخيار الثاني البريفاسي اند سكيورتي، خيارات الخصوصية اللي تم تعطيلها، كذلك الحال المايكروسوفت دي فيندر، ايضا التحديثات التلقائية المعطلة الويندوز ابديت والاوبتمايز ريجستري، الخيارات الافتراضية للريجستري، ايضا التاسكس اند سيرفيسز، المهام والخدمات المعطلة وخيارات الطاقة الباور سيتنجز. اي خيارات تم تعطيلها من خلال الويندوز تقدر من هنا انك تمكنها تاني او تحذفها مرة اخرى. يعني على سبيل المثال مثلا لو ضغطنا على رقم 1 بعد ذلك انتر هنا هيكون عندك خيار الانستول سوفت وير او الريموف بلوت وير ابس. يعني انستول سوفت وير لو اننا ضغطنا على رقم 1 بعد ذلك انتر هنا هيكون عندك القدرة ما بين انك تثبت المايكروسوفت ستور تستعيده مرة اخرى على الجهاز او البراوزر منيو قائمة المتصفحات. ايضا في عندك خيار هنا اليوني جيت يو اي، ده متجر زي متجر تطبيقات مايكروسوفت استعرضناه قبل كده، مهم جدا ان يكون عندك مثل هذا المتجر بتقدر تنزل من خلاله تطبيقات، تقدر من خلاله انك تحدث التطبيقات او تعمل ازالة بشكل كامل للبرامج او تاخد نسخة من التطبيقات وما الى ذلك، هيكون عندك الشرح بتاعه اسفل هذا الفيديو. لكن على سبيل المثال محتاجين ننزل مايكروسوفت ستور فنضغط رقم 1 بعد ذلك انتر، ثانية بسيطة وهيبدأ معاك في عملية تثبيت المتجر. هنا بيقول لك ان بيتم تثبيت المتجر في الخلفية لتثبيت بعض التطبيقات الضرورية بشكل يدوي، فاضغط على انتر وانتظر بعض الثواني البسيطة هيتم تثبيت المتجر في الخلفية بشكل تلقائي. زي ما شايفين حضراتكم المتجر اصبح موجود عندنا، تقدر انك تفتحه وتنزل تطبيقاتك الضرورية او اللي انك بتستخدمها. بعد ذلك طبعا بيكون في عندك مثلا خيارات الخصوصية وخيارات الامان لو محتاج انك تمكن اي منها، ايضا الويندوز ابديت لو اننا ضغطنا رقم 3 بعد ذلك انتر هنا set recommended update settings، تثبيت او تفعيل تحديثات الويندوز الموصى بها فقط، او الخيار الثاني set default لتمكين الاعدادات الافتراضية للتحديثات. لكن طبعا يفضل انك تخلي التحديثات زي ما هي بحيث انها ما تعملش في الخلفية، ومن خلال التحديثات هيتم تثبيت تحديثاتك بشكل يدوي، التحديثات المهمة فقط. طبعا للرجوع الى القائمة السابقة او الرئيسية تضغط زيرو بعد ذلك انتر. مثلا هنا في عندك الباور سيتنجز خيارات الطاقة الافتراضية، اكتب رقم 6 بعد ذلك انتر. بنفس الكيفية لو انك محتاج طبعا بيتم تمكين او بيتم تثبيت الويندوز افتراضيا على الالتيميت برفورمانس اللي هي خطة الاداء العالي، دي افضل خطة للحصول على افضل اداء لجهاز الكمبيوتر. يعني لو اننا توجهنا الى الكنترول بانل بعد ذلك الهاردوير اند ساوند ثم بعد ذلك الباور اوبشنز،
هنلاقي هنا ممكن افتراضيا فقط الالتيميت بيرفورمانس، خطه الاداء العالي. طبعا باقي الخطط اللي هي البلانسد والهاي بيرفورمانس مش ممكنه، لان هو مختار لك هنا افضل خطه اداء. لكن لو انك محتاج انك تمكن باقي هذه الخطط، فتقدر انك تضيف رقم 2 لاستعاده الاعدادات الافتراضيه للطاقه. بعد ذلك زيرو وانتر، هيتم ارجاعك مرة اخرى الى الصفحة الرئيسية. طبعا يفضل انك ما تمكنش فقط غير الاعدادات، او ما تثبتش غير التطبيقات اللي انك محتاجة فقط من خلال المتجر، بحيث انك تحافظ على افضل اداء للويندوز. وبكده نكون استعرضنا على حضراتكم هذه الطريقة المهمة جدا والمفيدة جدا لتخفيف الويندوز بشكل احترافي وبشكل كامل، بما في ذلك تخطي متطلبات التشغيل بالنسبة لويندوز 11 للاجهزة الغير مدعومة. فلو ان كان هذا الشرح مفيد، ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك، ولو عندك اي تعليق او اي استفسار قول لي في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.